الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مدينة الرسل تعرض للقصف من قبل عصابة الأسد. 11/6/2013 يقوم النظام بتدمير وحرق كل شيء في مدينة الرستان. هذه كتيبة الهندسة المقابلة لهذه البيوت من ناحية الأشجار التي تقوم بقصف المدينة بشكل يومي. مدينة الرستان تتعرض لهذا القصف كما رأينا. المدفعية تقوم بقصف المدينة 11/6/2013 مدينة الرستان.